ب 19 شهر تم افتتاح معرض انشيب بلبيل، ولكن الظروف المأساوية اللي جرت الأسبوع الماضي يمكن منعت كتار من أنه يزوروا هالمعرض اللي كلنا كنا حابين نشوفه. لهالسبب تم تمديد هالمعرض وراح يستمر من 27 الشهر لغاية 29 أكتوبر، وراح نرجع نتعرف على كل تفاصيل هالحدث مع ضيفتنا مدير عام شركة إي سكوير المنظم من هالحدث سيدي تانيا عيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا تانيا فيك. كثير مبسطنا انه تم تمديد هالمعرض، لانه بعرف من ارقام السنه الماضيه اكثر من 36 الف شخص زار هالمعرض، وتصور بسبب الاحداث الاليمه اللي عشناها الاسبوع الماضي كثير ما قدروا ينزلوا حتى يشاركوا. رح يستمر المعرض على مدى 3 ايام. الحقيقه بدايه انا بحب استنكر الجريمه اللي صارت، ونعزي اهالي الشهداء، ونتمنى الشفاء للضحايا. اللي صار كان وقعه كتير صعب، إن كان على الوطن أو على العارضين وعلى المعرض. طبعا كل البلد كان عم بعيش يمكن أيام غير طبيعية، ولكن نحن والعارضين وقفنا إذا بدك وقفة واحدة، وصممنا أنه نستمر بالرغم من كل اللي صار، تنأكد يمكن للمرة الألف بلبنان إنه هاللبناني ما بيستسلم، بضم دايما مصمم على إنه يمشي لقدام وما يتطلع لورا، تا ما نخلي هالصورة البشعة للبنان تكون موجودة بأذهان العالم كله، إنما نضمنا عم نشع جمال واندفاع وتصميم. بنفس اللحظة اللي كان المعرض عم بيفتتح وعم بقول فيها بكلمتي انه واجهنا خلال التحضيرات لهالمعرض ظروف كثير صعبه، ولكن كان تصميمنا على انه هالدوره تكون دوره على مستوى عالمي وبترفع اسم لبنان، لانه نحن بنعرف قديش اذا بدك هالقطاع اللي الجمالي يلي بيحتويه هالمعرض مهم بلبنان ولكل اللبنانيين، يعني لبنان رائد فيه وبأمن هالقطاع هيدا مدخول كتير مهم على الخزينة اللبنانية، وبيحرك السياحة وبيترك لبنان صلة وصل بين الشرق والغرب. يعني الحدث كان حدث كتير مهم ومرتقب من الجميع، مشان هيك نحن استمرينا فيه حتى العارضين الأجانب ما تركوا، بقيوا نعم. موجودين خلال الايام الاربعه، ما رجعتوا دعيتوا، لانه بعرف كان في عدد كبير من المتخصصين من عده دول اوروبيه توجهوا نعم. على لبنان حتى يشاركوا بهالحدث. تماما، كلهم بقيوا معنا موجودين بهالايام الاربعه. يمكن نحن كلبنانيه معودين ما نستسلم، وهن يمكن تشجعوا نعم. يعني تضامنوا معنا، قدرنا ننقل هالعدوى بالصمود والمقاومه نعم. لهم، وبقيوا موجودين معنا، وكتار منهم راح يكونوا موجودين بالايام الثلاثه اللي قررنا انه نجدد فيها المعرض، لانه مثل ما ذكرتي حضرتك انه كتار ما تسنى لهم يجوا ويزوروا للأسف المعرض. للاسف بنهار الافتتاح كان في نشاطات بالفعل مميزه محضره للزوار ما قدروا يشاركوا فيها. تماما، يعني للاسف، ولكن كله هلا راح يرجع يتعوض. رح نرجع نبلش ابتداء من بكره نهار السبت من الساعه 3 للساعه 10، وهلا بوقته المعرض، لانه 3 ايام فرصه للعيد. تماما، تصور كل العالم بيتمكنوا انه يقدروا يجوا ويستمتعوا عن جديد بكل الخدمات اللي بيقدمها المعرض. مثل ما بنتذكر كنا قلنا انه السنه عندنا نشاطات مميزه، من ضمنها هي دعوه الزوار انه يجوا يمارسوا الرياضة مع نجوم الرياضة، يجوا يلاقوا بكرة أمين رح يكون من الخمسة للسبعة. اليوم على بكرة كان عم بيقول إنه تعالوا نجوا نعمل رياضة من أجل السلام، بتمنى يكونوا كتار اللي يلبسوا سيرفيتمون ويجوا بكرة يمارسوا الرياضة مع أمين. كمان رح يقدروا يجوا يمارسوا الرقص مع نجوم بالرقص، ويمارسوا الطبخ مع أهم الشيفية. كما أنه المسابقة اللي كنا نحن محضرينها بمجال الهير والميك أب كمان رح ترجع تصير نهار الأحد والتنين من السبعة للعشرة بالليل، يلي رح يتباروا فيها الزوار مزيني الشعر. لا، مزيني الشعر الزوار رح يقدروا يشاركوا؟
بالمسابقة لا. بيجوا بيشاركوا بالتصويت. نعم. لانه هالشيء رح يتم وانا عم نلقي نظره ثانيه على بعض العروض هيدي من السنه الماضيه لا السنه هيدي هالسنه هي الاسبوع الماضي هلا كل المشاهد رح حلو. نشوفها هي رح نرجع نشوفها هاليومين هالعروض يعني اصلا المعرض كان فيه اكثر من 100 عرض قسم منا كبير تركناه لهالايام الكليته نعم. لانه كنا عايشين اجواء حداد بقى ما تمكننا انه نعملها نعم. رح ترجع تتبرمج خلال هالثلاث ايام باجواء مكثفه مشان هيك يعني بنطلب من الجميع انه يخصصوا الوقت اللازم وبدها وقت لانه في كم اكثر من 250 ستاند ايه 250 عارض يعني يمكن هالواحد ما بيكفي متر مربع اكيد يعني اذا الشخص بده يتوقف على كل عارض لانه مثل ما بنعرف انه كل عارض بيكون عم بيقدم خدمات ونصائح وارشادات للزوار وكمان لاصحاب الاختصاص من اطباء وصيادله وفيزيائيين نعم. ورياضيين خلينا نحكي شوي تانيا كيف مقسم المعرض بعرف في ثلاث اقسام ايه مقسم لثلاث اقسام رئيسيه قسم اول فيه كل شيء له علاقه بالجمال والصحه من ميك اب لكريمات لهير برودكت لبيوتي سنترز وكل شيء تجهيزات ومعدات منتجزات معدات وبرودويات كمان وبرودويات القسم الثاني فيه كل شيء له علاقه بالرياضه والفتنس والسبا كمان من برودكت ل هون هذا مجال عم يتطور كثير بلبنان خاصه بالسنوات الاخيره تماما يعني عم نشوف انه في وعي اكثر واكثر على اهميه ممارسه الرياضه والحفاظ على رشاقه الجسم ومن هون في عندنا القسم الثالث اللي هو قسم الدايتري نعم. يلي كمان بيساهم لانه ما فينا نعمل ريجيم بدون ما نكون عم نعمل غذائي معين بقى في عندك دايت سنترز واخصائي تغذيه ورح نتعرف على كمان مواد غذائيه صحيه وما بتنصح هالسنه تانيا كثير مركزين على الانتر اكشن مع الزوار يعني التفاعل مع الحاضرين تمام. كيف خططتوا لهالشيء؟ يعني نحن اذا بدك هالزائر كان يجي يلتقى بالخبراء والاخصائيين اللي يخبروه عن ليتست تكنولوجي والموضه والتقنيات الجديده كمان كان يجي يشاهدها من خلال العروض تيقدر يتعلم كيف عم بيعملوها حبينا هالمره انه لا هالزائر خليه يكون هو بارت من هالايفنت نعم. ويكون عم بيعيش ويشارك يعيش الانشيب نعم وكمان يكون من ابطال هالمعرض نعم. من هون صار في هالنشاطات والدعوات للزوار بانه يجوا يمارسوا معنا هالعناوين الثلاثه ان كان الرياضه او الرقص او الطبخ او حتى كمان في سبيس بيجوا بيتعلموا فيه كيف يعملوا ميك اب نعم النساء كمان اكيد الست اذا زارت هالمعرض عندها الامكانيه انه تفوت بلوك وتطلع بلوك مختلف كمان والاهم انه هي تتعلم كيف تعمل هاللمسات لنفسها تماما لانه نحن بنعرف قديش الست اللبنانيه دائما بتحب تحافظ على اناقتها وعلى جمالها بقى هالنصائح والتدريبات اللي رح تاخذها بالمعرض نعم. رح تقدر تفيدها كثير هالمعرض مش بس مخصص للمستهلكين تانيا كمان لاصحاب المهن تماما لهالبروفيشنال اللي رح ارجع اكرر مين هن اللي هن اطباء وصيادله وفيزيائيين ومزيني شعر وميك اب ارتست واصحاب نوادي ورياضيين واخصائي تغذيه ورجال اعمال نعم. لانه هالمعرض بيقدر يوفر لهم اول شيء مثل ما قلنا يطلعوا على احدث التكنولوجيا يتعلموا احدث التقنيات تيقدروا يجهزوا مراكزهم باهم هالمعدات كما انه في كل الراغبين باخذ وكالات جديده رح يقدروا يتوفقوا بكونتاكتس مع شركات
موجودة بقلب المعرض، وكمان رح يصير في لانشينج لكتير نيو برودكت أول مرة بينزلوا على السوق اللبناني. والعارضين هن مش بس من لبنان، كمان من دول عربية ودول الخارج. نعم. كمان أوروبية. أي. ويمكن لبنان يعني برجع بكرر إنه صار مثل فيترين للشرق كله، العربية للمنطقة كلها. العربية كلها بقى حيلا برودوي بيمشي بلبنان، بتلاقيه مشي بينطلق دائما من لبنان لدول اخرى. بقى من هيك رح يكون في هاللانشينج لهالنيو برودكتس بلبنان وللموضه اللي رح نتعرف عليها لسنه 2013. الدخول مفتوح للجميع طبعا، وهون برجع بذكر كل يلي تسجل قبل على الويب سايت ما في داعي انه يرجع يتسجل عن جديد، ويلي ما تسجل يلحق حاله، لانه مثل ما قلنا هال اكثر من 30,000 زائر رح يكونوا جايين على المعرض بثلاث ايام، يعني عندنا اكثر من 10,000 بده يفوتوا، بقى يوفروا على حالهم الوقت بيقدروا يتسجلوا على inshapefair.com وهيك بيسهلوا الدخول بيكون اسرع لهم. وكمان هون في شغله انه من شوي كنتوا عم تحكوا عن السالون لي ان فرانسي عن ميوزيك. نعم. اللي رح ينطلق بقى حتى ما ينخلط باذهان الاشخاص بيال واسعه وكبيره. نعم. رح يكون فيها هالمعرضين بنفس الوقت من معرض. بقى هيك بيستفيدوا من اثنين تماما، هيك الزائر يمكن صار صار ببرمج زيارته. نعم. يمكن ببلشها من على بكره وبتستمر لليل، ويمكن هيك بيكون قدروا قضوا ايام عطله حلوه. نعم. كلها جمال عم بتشعل الجمال. نعم. تانيا، كان في برايفت ايفنت يمكن ما اعطينا تفاصيل عنه الاسبوع الماضي لانه كان ايفنت خاص، ولكن جرى ومرق، يا ريت فينا نحكي عنه شوي لانه بالفعل كان مميز. الحقيقه هالبرايفت ايفنت كان داعيين فيه اكثر من 200 امراه لبنانيه تيجوا يستفيدوا شخصيا اون وان تو وان بيزس من الكونسلتنسي اللي قدموها مستشارين عالميين بهالمجالات الثلاثه. للاسف قسم منهم قدر وصل على الوقت وقسم ما قدر وصل، ولكن هالخبراء هول غادرونا ومش رح نرجع يعني ان شاء الله بنشوفهم السنه الجايه بالدوره الخامسه. اذا فرصه جديده حتى يشوفوا اجدد واجمل ما في بمعرض انشيب بين 27 و29 الشهر بلبيال. اهلا وسهلا فيك تانيا، عقبال كل سنه. ثانك يو. وقفه قصيره مشاهدينا وبنرجع لكم.